ولتسليط الضوء على أوضاع عمال العراق بمناسبة اليوم العالمي للعمال بعد العام 2003، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا بك دكتور صباح. بداية، وكما تعلم يحتفل العالم كل العالم بيوم العمال في الأول من أيار. السؤال هنا، كيف تقيم واقع العامل العراقي في العراق ما بعد 2003؟ تفضل. تحية للعمال بعيدهم العالمي حقيقة، وللعمال العراق بشكل خاص. حقيقة ما يعيشه العراق من متغيرات على كل الصعد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحتى صحيا، ينعكس بشكل مباشر على الطبقة العاملة بكل اتجاهاتها. نعم. حيث أن منذ 2003 ولغاية اليوم هناك تزايد في نسبة البطالة، ودليل على انخفاض الاستثمار في مجال وجود مؤسسات جديدة أو مساحات جديدة تضم أعداد كبيرة من العاطلين. وبنفس الوقت أن هناك عدم وضع برنامج حقيقي يوضح لنا مسار الاقتصاد العراقي وما هي الأهداف الأساسية التي يجب أن تتوفر في برامج الحكومات الماضية منذ 2003 ولغاية اليوم، رغم أن العراق دخل أزمات عديدة وكبيرة جدا وما زال يعيشها، ممثلة أولا بتوفير الطاقة الكهربائية التي هي تعتبر العمود الأساس لكل أشكال عمليات الإنتاج والعمل الخدمي والزراعة وغير ذلك، وهذا ما زال لغاية الآن هناك نفط يتراوح بحدود حوالي 8.5 إلى 9 ميجا وات. نعم. إلى إنتاجها وتوفيرها للمواطن العراقي ولمؤسسات. دكتور صباح، لنذهب في الموضوع أكثر عمقا، يعني وكما تعلم الحكومة تعزو أوضاع العمال المتراجعة إلى ما تسميه الحرب على الإرهاب والنفقات العسكرية وما إلى ذلك. السؤال هنا، لماذا إذن توقفت العديد من المصانع في البلاد بحسب تقديراتكم؟ حقيقة ما عاشه العراق في 2014 وحتى 2017 في مسألة محاربة داعش ودخوله وانعكاسها على غلق عديد المؤسسات الصناعية سواء في القطاع الخاص أو العام، وتسريح أعداد كبيرة جدا من العاملين، استثمر هذا الجانب بشكل غير إنساني من أجل تعويض العراق بمستلزمات من خارج البلد، أي وجود أجندة خارجية تعمل على إيقاف أجل التطور الصناعي والزراعي والخدمي وغير ذلك من احتياجات المواطن العراقي. ومن الواجب أن تتطور الطبقة العاملة مع مسار التطور الصناعي أو النمو الاقتصادي بالعراق الذي يشهد تراجعا كبيرا جدا، خصوصا حسب احصاءات 2014 2015 ان مساهمه القطاع الصناعي والزراعي والانتاجي 2% فقط في الناتج المحلي الاجمالي. نعم. السنه، اذا هناك تراجع كبير جدا. نعم. داعش. نعم. دكتور صباح، زيادة في البطالة وزيادة في مستويات الفقر. في أزمة كورونا التي يعيشها العالم دكتور صباح، يعني هناك العديد من الدول اعتمدت حزما اقتصادية وأخرى تشريعية كذلك من أجل الحفاظ على طبقة العمال. السؤال هنا، ما الذي قدمته الحكومة في بغداد لعشرات آلاف العمال الذين لا يجدون من يعينهم من أجل أحوال أيامهم والحياة الصعبة؟
التي يتعرضون لها حاليا؟ نعم، انعدام وجود السياسة المستقرة واستقلال العراق بشكل واضح هو الذي يمنع بشكل تقديم الخدمات الحقيقية. نعم. وجود الأزمات الخانقة كفيروس كورونا أو غيرها، ولم يتم وجود أي شكل من أشكال القوانين أو استحداث قوانين تعمل على تعويض العاملين، خصوصا العاملين في القطاع العام والخاص. نعم. الذي أغلقت مصانعهم لسبب أو بآخر، سواء بسبب داعش أو بسبب إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة من الخارج والتي تنافس الصناعة المحلية. وهذا هو هدف من أحد أهداف أجندات خارجية. نعم. تحمل على تدمير أي شكل من أشكال العملية الإنتاجية وتوقيع ما يسير إليه العراق. نعم، بعجالة دكتور صباح لو سمحت، بعجالة لو سمحت، كيف ترى استمرار ظاهرة الموظفين الفضائيين وكيف تؤثر على حقوق الآلاف من العمال الذين يتأثرون بوجود الكثير من الموظفين الفضائيين؟ في 2015 السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء كشف لنا وللشعب العراقي وجود أكثر من 50,000 من الفضائيين فقط في الأجهزة الأمنية. نعم. فكيف سيكون في دوائر ومؤسسات الدولة سواء الإنتاجية أو الخدمية وغيرها أعداد كبيرة جدا من الفضائيين أو من مزدوجي المرتبات؟ وهذا أصبح ظاهرة من ظواهر الفساد المالي. نعم. والإداري، وجود أكثر من 6.5 مليون موظف ينعكس ذلك على زيادة في عملية البطالة، وبنفس الوقت لا يعطي الفرصة لإيجاد أي شكل من أشكال عمليات الاستثمار من خلال توظيف الموازنة التشغيلية. نعم. بالنسبة لا تقل عن 70% إلى 75% من الموازنات السنوية تذهب إلى كورات كمرتبات للموظفين وكذلك أيضا المتقاعدين، وهناك أعداد كبيرة تقدر بأكثر من 2.5 مليون فضائي من الموظفين أو من مزدوجي المرتبات. نعم. وهذا مدعوم بشكل واضح من حيثان الفساد ومرتبط بعملية لا تسمح للعراق بإيجاد فرص. وصلت الفكرة الخبيرة الاقتصادية دكتور صباح علو، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.